مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من ترانز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترانز اوف ذا ويك. مهرجان العالمين، كارثه في الهند وبنغلاديش، الجديد في الثانويه العامه. اتصدرت فعاليات مهرجان العالمين الترند بعد اسبوع مليان مفاجآت، ومنها حفل كايروكي واللي شهدت حضور جماهيري كبير جدا، وكمان كان في حفل توليت المطرب المقنع الغامض اللي كل الناس عايزه تعرف هو مين. ومن الفعاليات اللي اتصدرت الترند برضو في مهرجان العالمين كانت مسرحيه البنك سرقوه من بطوله كريم محمود عبد العزيز واشرف عبد الباقي وميرنا جميل. وبنفكركم طبعا انه ختام حفلات المهرجان هيكون في الويكند ده مع حفل ويجز. اتصدرت أخبار وفيديوهات الفيضانات الكارثية اللي ضربت الهند وبنغلاديش السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد ما نشر كتير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي أكتر من فيديو بيرصدوا الكارثة اللي موجودة حاليا واللي اتسببت في وفاة العشرات ودمار أحياء كاملة، وده اللي خلى السلطات في البلدين يعملوا أكتر من 300 مخيم إغاثة لتقديم الخدمات للمتضررين من الكارثة. من أكتر الموضوعات اللي شغلت الناس على السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت كان موضوع تعديل النظام التعليمي الخاص بالثانوية العامة، واللي نتج عنه دمج بعض المواد وإلغاء البعض الآخر، ولأن الموضوع فيه تفاصيل كتير محتاجين كلنا نعرفها هيكون معنا دلوقتي مداخلة هاتفية من نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام ومسؤول ملف التعليم. أهلا بحضرتك. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين حضرتك تشرحي للناس كده بكل بساطه النظام الجديد للثانويه العامه. بصي يا حبيبتي، هو مش نظام جديد عشان برضو الساده المشاهدين كلهم يبقوا عارفين. هي الثانويه العامه زي ما هي بنفس المناهج بتاعتها، بنفس اسلوب امتحاناتها، بنفس النماذج الاسترشاديه بتاعتها، ما فيش اي تجديد. اللي حصل ان المناهج اللي كانت يعني بتشكل عبء على الاهالي وعلى اولياء الامور، وكانت بتستنزف منهم يعني وقت كبير في دروس خصوصية وفي مصروفات، تم يعني تخفيفها عن الأهالي وعن أولياء الأمور والطلاب بالطبع. بالنسبة اللي حصل، التعديل اللي حصل شمل المرحلة الثانوية كلها من أولى لثالثة ثانوي. بقى في مواد مكررة في الصف الأول الثانوي بس، في الصف الثاني الثانوي بس، في الصف الثالث اللي هو البعبع الثانوية العامة. المواد اللي هي زي علم النفس، زي الفلسفة، الحاجات اللي زي كده دي الطالب هيدرسها في أولى وثانية ثانوي، بحيث إنها ما تشكلش عبء عليه في ثالثة ثانوي ويبقى فيه كم مواد كتير. يعني لو احنا قارنا مثلا عدد المواد اللي موجود في المرحلة الثانوية عندنا مقارنة بالشهادات الأجنبية، هنلاقي احنا عندنا 32 مادة مقارنة ب 8 إلى 12 مادة في الشهادات الأجنبية. فطبعا ده بيعمل يعني عبء كبير قوي على الطالب طوال العام الدراسي. ففي مواد تم دمجها زي مثلا مواد الفيزياء والكيمياء والاحياء، بقت حاجه اسمها علوم متكامله، ودي ايضا في المرحله بتاعت اولى وثانيه ثانوي. طب انا كطالب هتخصص من ثانيه ثانوي، هبقى عندي بقى تشعيب، عندي علمي وعلم علوم وعلم رياضه وعندي ادب. لو انت طالب ادبي هتدرس مثلا مواد زي التاريخ زي الجغرافيا، لو انت علم علوم وعلم رياضه هتدرس المواد اللي هي الفيزياء والكيمياء والاحياء. مادة الرياضة اللي هي الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية تم دمجها بقت مادة واحدة، مادة رياضيات طبعا ده هيتبعه ان هيتم طبعا تخفيف جزء من المناهج، مش هتبقى بنفس الكم الرهيب اللي كان على ابنائنا في المرحلة الثانوية. وده طبعا هيكون اخف على الطلاب والاهالي كمان. بالظبط كده، ومش هيبقى فيه ضغط على الطالب طول السنه، طول السنه الطالب بيبقى مشدود، اهله طبعا بيبقوا يعني في نفس الضغط معاه، بيبقى فيه زياده في الدروس الخصوصيه، بيبقى فيه مواد هو ما بيستخدمهاش او ما يعني ما بتنفعهوش لما بيدخل الكليه وعايز يتخصص في حاجه معينه، فبيدرس كم مواد كبير، المواد دي ما بتفيدهوش بعد كده لما بيدخل الجامعه. مش معناها اللي احنا بنقلل المعارف عشان الناس برضو ما يختلطش عليها الامر، مش معناها اللي احنا بنقلل القيمه العلميه او الوزن النسبي للماده علشان برضو الناس تبقى مطمنه على اولادها. انت ابنك هيدرس بدايه من المرحله الثانويه من اولى لثالثه ثانوي كل المعارف اللي كان بيدرسها، بس بصوره يعني اخف من حيث يعني تخفيف عدد الفصول وعدد المناهج، ومن حيث انها ما يبقاش في ضغط على الطالب في الثانويه العامه. طيب في بقى مواد خرجت بره المجموع زي ايه مثلا؟ زي اللغه الاجنبيه الثانيه اللي هي الفرنساوي.
اللي هي مثلا فرنساوي الماني حسب بقى كل طالب ما بيدرس. اوكي. اللغه الاجنبيه الثانيه دي ما هياش يعني مش معنى انها خرجت بره المجموع انها مش ماده نجاح ورسوب، لا هي ماده نجاح ورسوب، يعني الطالب لازم يذاكرها ولازم يهتم بيها، لكن انك تفرضها عليه في المجموع تبقى داخل المجموع ده كان بيتسبب في يعني ضغط نفسي كبير طبعا. على الطالب بتاع الثانويه العامه يهتم بلغه واحده، لو قلنا مثلا على سبيل المثال اللغه الانجليزيه بالزبط. يهتم بيها يذاكرها كويس يلم المفردات بتاعتها ينجح فيها، واللغه الثانيه ما اهملهاش برضو لانها ماده نجاح ورسوب، لكن مش بالضغط انها تبقى عليه ما تدخلش المجموع داخل المجموع. وعايزه اقول لحضرتك واقول للساده المشاهدين ان في جميع دول العالم ما حدش بيدرس لغه ثانيه الا مصر ويمكن فرنسا على وجه التحديد، لكن ما فيش كل دوله بتدرس لغتها الام ومثلا لغه جنبها زي اللغه الانجليزيه اللي هي بتعتبر عندهم مثلا يعني لغه اولى بالزبط. واحنا كذلك عندنا اللغه العربيه اللغه العربيه هي اللغه الام، واللغه اللي هي اللغه الانجليزيه تبقى اللغه معها. الاولى في بقى يعني على يعني في بقى تفكير مستقبلي بالنسبه للثانويه العامه وهو انها تبقى بنظام المسارات. الكلام ده مش هيبقى قبل سنتين او ثلاثه لان ده هيستلزمه يعني يعني حاجات تشريعيه وموافقات من مجلس النواب طبعا. ومجلس الوزراء لازم يقدم مشروع قانون قوي بحيث ان الثانويه العامه تبقى مسارات يحددها الطالب زي شهادات الاي جي والامريكي من هو ثانوي او من اولى ثانوي بيحدد كم المواد اللي هو عايزها عشان يدخل بيها الجامعه كليات معينه بالزبط. زي الكليات الطبيه الكليات الهندسيه الكليات النظريه، فبيبتدي من اولى ثانوي هو محدد هو عايز يدخل ايه، فبدرس المواد او المسارات اللي هتاهلني اللي انا ادخل مجموعه الكليات اللي انا عايزها بالزبط. او ممكن ادرس اكتر من مسار او احول من المسار خالص، يعني هيبقى عندي يعني اريحيه بحيث ان انا ادرس المواد اللي انا عايزها وادرس كمان المسارات اللي انا عايزها، وده هيبقى اكيد هيطبعوا تغيير في تنسيق القبول بالجامعات. الكلام ده مش دلوقتي خالص، لسه شوية. بعد سنتين او ثلاثه، لكن الثانويه العامه ابنائنا اللي داخلين 2024 2025 هيطبق عليهم الثانويه العامه العاديه ربنا معاهم يا رب. ان تخفف عليك شويه مواد ودي لصالحك ولصالح الاهالي ولصالح الطلاب. الاستاذه نيفين شحاته نائب رئيس تحرير الاهرام ومسؤول ملف التعليم، بشكر حضرتك جدا على المداخله. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب. حالة من القلق سيطرت على العالم كله وعلى السوشيال ميديا بمجرد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ بسبب فيروس جدري القرود، واللي تفشى بشكل كبير جدا في عدد من البلاد الأفريقية ومنها الكونغو. وطبعا كل الناس بقت خايفة من شبح الإغلاق واللي عشناه في فترة فيروس كورونا، وبقى في عند الناس أسئلة كتير جدا هنحاول نجاوب عليها كلها مع الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، واللي هيكون معانا دلوقتي على زوم. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. دكتور عايزين نعرف في البدايه ايه هي اعراض فيروس جدري القرود؟ طيب خلينا الاول نطمئن الناس مبدئيا، الحمد لله في مصر ما فيهاش ولا حاله حتى الان من جدري القرود. جدري القرود مش فيروس مستجد، مش اول مره يظهر في العالم، لا هو كان ليه وبائيات محدوده بيظهر والحمد لله بيتم انحصاره، فبالتالي هو مش فيروس مستجد، كان موجود في 2022 وكانت موجود في التسعينات والسبعينات، ولكن من نعمه ربنا انتشاره كان محدود وبائياته محدوده. اعراضه طبعا اول حاجه بيشعر الشخص بارتفاع في الحراره اللي هي الحمى، وفي الام في العظام، وبعديها في التهاب في الغدد الليمفاويه. قد يستمر الاعراض دي لمده 3 ايام بتتشابه بنسبه كبيره مع اعراض البرد والانفلونزا وكورونا، ولكن ما يميزها ان احنا في اليوم الرابع من السخونيه والالام في العظام بيظهر نوع من الطفح الجلدي اللي هو بصور الوجه والكفين اللي يكون مميز جدا لشكل جدري القرود. فبالتالي اول 3 ايام تبقى حراره، الام في العظام، التهاب في الغدد الليمفاويه، يعقبه طفح جلدي، وده ما يميز هذا المرض، بمعنى ان احنا اول 3 ايام ممكن ما نقدرش نفرق ما بينه وما بين كورونا وما بين البرد والانفلونزا. ما يميزه ظهور الطفح الجلدي في الوجه والفكين اللي هو بيظهر يا دكتور زي الجدري اللي احنا عارفينه، النقط الحمراء. طيب هنقول ان هو اشباهه كتير. أوكي. اشباهه جدري الجدير المائي، مش الجدري عشان الناس في خلط ما بين جدير المائي للاطفال وجدر البشر وجدر القرود. الثلاثه بيبقى فيهم تشابه كتير في البصور اللي بتحصل والحبوب المائيه اللي في الوجه والايدين. ولكن ازاي نفرق ما بين الجدير المائي اللي بيجي لاطفالنا
وما بين جدر القرود وما بين جدر البشر. ازاي بقى يا دكتور؟ جدر البشر ده وباء انتهى من العالم كله في اواخر السبعينات اوائل الثمانينات، لم يكن له وجود الان نهائيا، وده عمل تم عمل لقاح ليه وتم تطعيم للناس كلهم، وبالتالي اختفى من العالم كله، وبالتالي لا يتم التطعيم له لانه مرض وانتهى. هيبقى في مرضين، الجدري القرود والجدري المائي. المائي. الجدري المائي عدوى بسيطه بنشوفها عند اطفالنا بالذات اللي ما خدوش تطعيم الجدري المائي، هي عباره عن حراره يجي بعدها طفح جلدي زي حبوب فيها ميه شبه الماء، عشان كده قلنا عليه جدري مائي، وده مش خطير وبيجي لاطفالنا، الناس ما تقلقش منه، عكس جدري القرود. جدري المائي عكسه تماما، جدري القرود مش موجود في مصر، الجدري المائي بنشوف حالات منه ولكن في لقاحات ليه وحالاته بتبقى بسيطه، الام ما تقلقش، حبيش كل حبيتين فيهم ميه يبقى ده جدري القرود. احنا عندنا جدري المائي، عندنا مرض اسمه عدوى فيروس الفم واليدين اللي هو بيبقى فيه قرح في الفم وقرح في الايدين والرجلين شبيهه بالجدري، دي عدوى فيروسيه زي الهربس، وعندنا الجدري المائي اللي بيجي في الاطفال، ودول طبعا سهل تمييزهم عن جدري القرود اللي هو بنعيد المعلومه تاني مش موجود في مصر. احنا في الصيف بنشوف حالات طفح جلدي حساسيه، بنشوف حالات حمى النيل، بنشوف حالات التهاب الفم والكفين والقدم والرجلين، وبنشوف حالات جدير الماء في الاطفال، ودي حالات بسيطه كلها، الام ما تتخضش ما تخافش، الحالات دي حالات عاديه، مش كل حبوب بتظهر تبقى جدر القرود. جدر القرود يا جماعه مش موجود في مصر في مصر بالظبط مش نهائيا. موجود. طيب هل في فئة عمرية معينة مهددة أكتر بالإصابة من غيرها يا دكتور؟ طب هنعكس السؤال، الكل معرض للاصابه ولكن في فئه اكثر خطوره او الدخول في مضاعفات خطيره عند الاصابه، والمضاعفات الخطيره بتكون الوفاه، اللي هي مرضى ضعف المناعه، مرضى الايدز والاتش اي في، مرضى السكر، مرضى القلب، اللي هي كبار السن، اللي هي اصحاب الامراض المزمنه، اللي احنا بنحذرهم مع اي عدوى فيروسيه مش جدري القرود بس، ان هو وقع الاصابه عندهم بيكون اخطر من غيرهم عند الاصابه باي عدوى فيروسيه، كذلك جدري القرود بيكون وقعه خطير على فئه ضعف المناعه، مرضى المولودين بنقص المناعه او المكتسب زي الاتش اي في، او مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى الفشل الكلوي، كل دول امراض مزمنه بتضعف المناعه، فبالتالي وقع الاصابه عند اصحاب هذه الامراض بيكون اخطر من طبعا الاشخاص الاخرين، لكن الكل معرض للاصابه امتى؟ عندما يكون شخص مصاب، عشان كده ممكن نتكلم على طرق نقل العدوى، لان الفيروس ده مش رذاذي، نادرا ما بينتقل عن طريق الهواء او الرذاذ، هو فيروس جلدي تلامسي، لازم يكون هناك شخص مصاب وانت تلمس جلده او مفهوم تلمس ملابسه، والفترة احتكاك كبيره جدا، على عكس كورونا الشخص كان ممكن يجي من 10 ل 20 عن طريق الهواء، لكن جدري القرود الشخص ممكن يقعد شخص اذا انت لمست جلده او اشيائه لفتره كبيره. العدوى الرذاذيه مش هقدر اقول منعدمه ولكنها نادره الحدوث، لان الفيروس ده ثقيل ما بيقدرش يمشي المسافه قريبه، ان هو لازم اكون انا والشخص المصاب في حجره مغلقه لمده 4 ساعات عشان ينتقي الرذاذ، فبالتالي تحوله لجائحه نادر الحدوث لانه مش عدوى رذاذيه زي ما قلت لحضرتك ولكنه عدوى جلديه تلامسيه. طب دكتور الصيف بيخلص والشتاء بيجي، وطبعا كم الفيروسات اللي بتكون موجودة في الفترة دي عامة بتكون كتيرة جدا، ازاي نحمي نفسنا الفترة اللي جاية سواء كبار السن الصغيرين وأي سن وأي مرحلة عمرية؟ احنا كل نقول ان دخلة الشتاء او اخر الصيف وبداية الشتاء بتكون نشاط للعدوات الفيروسية اكتر من الشتاء نفسه، بمعنى فترة تغيير الفصول بالظبط هو لا شتاء ولا صيف، الفترة اللي جاية دي بتكون موسم انتشار للبرد والانفلونزا والكورونا وكل العدوات التنفسيه. هنقول للناس على نصائح مهمه جدا ليهم ولاولادهم الفتره اللي جايه. ارجوك. اول نصيحه مهمه ناخد لقاح الانفلونزا لينا والاطفال، اللي هو وهو خلاص لقاح نزل البرد العادي اللي موجود في الصيدليه، صح كده؟ بالفعل اللي هو اسمه العلمي لقاح الانفلونزا، لانه بيقي من الانفلونزا مش البرد، على عكس ما الناس فاكره، لان في فرق ما بين البرد والانفلونزا. الانفلونزا مرض سريري، حراره 40، لمضاعفات رئويه على الاطفال وعلى مرضى الحساسيه، فبالتالي الوقايه باخذ لقاح الانفلونزا قبل الشتاء مهم جدا لاطفالنا، مهم جدا للحوامل، مهم جدا لمرضى السكر، مهم جدا لمرضى حساسيه الصدر، ولكل الفئات والحوامل اخذ لقاح الانفلونزا، وهذا ميعاده الان يتم اخذ لقاح اللي هو الانفلونزا. بيبقى تقريبا يا تاني دكتور في شهر 9، صح كده؟ شهر 9 ده اهم شهر ليه بالفعل، لانه احنا عايزين ناخده قبل الشتاء، لان شهر 9 هو قبل دخول الشتاء، وبالتالي مهم جدا ان ناخد لقاح هل بيكون الانفلونزا. ليه اعراض يا دكتور؟ يعني في حراره بعد ما حد بياخد الحقنه؟ نادرا هو من ضمن مضافاته ممكن يسخن، ايديه تورم شويه مكان الجرعه، ودي اعراض نادره الحدوث ولكنها قد تحدث، ولكنها نادرة الحدوث وليس فيها أدنى خطورة، زي أي لقاحات ممكن أسخن شوية، هاخد خفض حرارة، لكن دي
حاجة نادرة أو عرض جانبي نادر جدا مع اللقاحات. وهي حقنة واحدة. وحقنة واحدة لو هو طفلي أول مرة ياخدها وسنه من 6 أشهر ل 9 سنوات هياخد حقنة دلوقتي وحقنة تاني بعد شهر. اوكي. لكن لو هو بياخدها كل سنة حقنة واحدة فقط لا غير. لو ابني كل سنة في نفس الموسم بياخدها ياخدها مرة واحدة. لو سنه فوق 9 سنين هي مرة واحدة حتى لو كان ما خدهاش قبل كده. لكن مفهوم. من 6 أشهر ل 9 سنين لو أول مرة في حياته ياخدها هياخد جرعتين فاصل شهر. اوكي لكن لو بيعتاد أخدناها بتبقى جرعة واحدة فقط لا غير. ماشي. ده كده اول حاجه لقاح البرد او لقاح البرد. الانفلونزا. تاني حاجة التغذية الجيدة لأطفالنا بالذات احنا داخلين المدارس، مناعة أطفالنا يعني غذاء. الغذاء مهم جدا ويكون غذاء بروتيني متوسط قليل الدسم. خضروات، الأمهات بتسألنا إيه هو الغذاء المناعي؟ أقول لهم يا جماعة الغذاء المناعي هو خضار الموسم، فاكهة الموسم، مفيش حاجة اسمها خضروات معينة، مفيش حاجة اسمها فاكهة معينة. لو أنت وظبت على خضار الموسم وفاكهة الموسم، لو أنت في بقوليات ومكسرات تحتوي على الزنك، الفواكه تحتوي على فيتامين سي ومضادات اكسده، البروتين يحتوي على اجسام مضاده مناعيه لينا. لو احنا عملنا كده وبعدنا عن الاكلات السريعه، بعدنا عن العناصر الملونه، بعدنا عن المواد الحافظه، نسبه كبيره بيكون ده غذاء مناعي جيد لاطفالنا. دي اول حاجه. تاني حاجه الرياضه، مهم جدا تنشيط الدوره الدمويه ونحافظ على جهازنا المناعي المتوازن. ثالث حاجه اللي هنعود اطفالنا عليهم من دلوقتي قبل المدارس ان احنا ننام بدري، ممنوع السهر، النوم بدري واخذ عدد ساعات من النوم لا يقل عن 7 ل 8 ساعات مهم جدا لجهازنا المناعي. رابع حاجه طبعا ودي مهمه جدا للامهات والاباء اللي بيدخنوا، البعد عن التدخين مهم جدا لمناعتنا ومناعه اطفالنا، لان اطفالنا كمان بيدخنوا معانا سلبيا، طبعا. فبالتالي ابعد عن التدخين لان ده بيأثر على مناعتنا. خامس حاجه ابعد عن التوتر، ابعد عن القلق، ابعد عن الانفعالات الزايده، اعمل اجراءاتك، اعمل حرصك ولكن بدون خوف او قلق. لو عملنا ال5 كبسولات مناعيه بجانب منظومه اللقاحات بنسبه كبيره هيكون في حمايه، طبعا بجانب الاجراءات الاحترازيه زي النظافه وارتدائنا للكمامات في التجمعات. كل دي اساليب اتعلمناها من كورونا ومهم جدا لمناعتنا للوقايه من اي عدوى فيروسيه، مش جدا للقرود بس، مش الانفلونزا بس، مش كورونا بس. لو طبقنا المنظومه دي بنسبه كبيره هيعدي موسم تغيير الفصول، هتعدي هذه الفيروسات التنفسيه بدون اي مشاكل صحيه. يبقى خلينا نلخصهم يا دكتور مع بعض. أول حاجة ناخد لقاح الإنفلونزا. 2، وده ناكل ميعاده خضار دلوقتي. والفاكهة بتاعة الموسم، مفيش أكل معين بس ناكل صحي وبلاش الوجبات السريعة وأكل الشارع، صح كده؟ حلو. 3، والبقوليات رياضة. لانها تحتوي على الزنك بقوليات. مهمه جدا. ماشي، يبقى نبعد عن الاكلات السريعه، نبعد عن المواد بالظبط. الحافظه، ده كده غذاء مناعي. ماشي. تالت رقم حاجة 3 رياضة. الرياضه. 4، ننام كويس ونبعد عن التدخين وبدري، ننام ونحاول بدري نبعد عن وعدد كافي التوتر. من الساعات. وبالذات اطفالنا يبقى 7 ل 8 ساعات ننام مبكرا، ده نوم صحي لمناعتنا. خامس حاجه البعد عن التدخين، زي ما قلنا بالظبط التدخين مش بتدخن انت بتضر نفسك، انت بالظبط، بتضر اللي حواليك الاخرين كلهم. ومنهم اطفالك، والتدخين بيأثر على مناعتنا بنسبه كبيره جدا. وبعد كده البعد عن القلق والتوتر التوتر والانفعال قدر بالظبط. الامكان. دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، بشكر حضرتك جدا على المداخلة. شكرا ليك يا فندم. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. تعالوا نروح نشوف مع بعض دلوقتي فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل باقي فقراتنا، استنونا. وده ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، واللي بنشوف من خلاله إزاي المشاهير بيتعاملوا مع السوشيال ميديا وإيه أكتر أبليكيشن بيتفاعلوا معاه. تعالوا نروح لإنستجرام العسيلي. بيتابع العسيلي 2,100,000 متابع، أما هو عامل فولو ل 241 أكاونت معظمهم من نجوم الوسط الفني والغنائي. نشر العسيلي أكتر من 200 بوست ومعظم الأكاونت بتاعه فيديوز لأغانيه وحفلاته وتفاعل الجمهور معاه. تعالوا بقى نروح لليوتيوب، والقناة عليها أكتر من 1,000,000 مشترك ونشر حوالي 136 فيديو لحد دلوقتي. الأجازة قربت تخلص وأيام قليلة قوي ونرجع المدارس تاني، ولكن الأماكن السياحية والجميلة في مصر مش بتخلص، وده لأننا تقريبا بنلاقي في كل حتة في مصر مكان يستحق الزيارة لأنه في حد ذاته قطعة من التاريخ. وعشان كده هناخدكم النهاردة في جولة مختلفة في مصر، هنكتشف فيها كتير من الأسرار عن أماكن تاريخية مهمة مع صناعة المحتوى التراثي والسياحي ضحى والي. ازيك يا ضحى؟ ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله. انتي ايه الأخبار؟ تمام الحمد لله. ضحى، أنا أول سؤال عايزة أعرفه على طول منك هو انتي ايه وازاي دخلتي السوشيال ميديا؟
الموضوع بدأ عندي من الكتابة وقراية القصص، بحب أكتب روايات وشعر، فكنت بيجي لي الإلهام من الأماكن القديمة، لأنه بؤمن أنه كل حيطة في مبنى قديم مليانة من القصص وكانت شاهدة على حاجات حلوة كتير قوي. بدأ تحديدا لما رحت قصر البارون، أنا كنت عايشة برا في الإمارات وبعدين نزلت، رحت قررت كده صحيت من النوم اروح قصر البارون لوحدي، ولقيت معايا مخزون كبير من الصور، قلت لو نزلتها عندي على صفحتي الشخصيه ممكن محدش يهتم قوي، فقلت طب ليه ما اعملش صفحه واسميها تاريخي، وتاريخي اللي هو ده تاريخي عشان مصر وكده، فاي حد لما يدخل الصفحه يبقى تاريخه هو كمان. وعملت صفحه تاريخي بدات من عند قصر البارون. طيب الاقبال كان عامل ازاي على الصفحه في الاول؟ في الأول الإقبال ما كانش قوي، بس واحدة بواحدة كنت تقريبا بنزل شبه كل يوم، كنت خصصت أن أنا لازم على الأقل مرتين ثلاثة في الأسبوع أروح أزور مكانين ثلاثة أثري وأعمل عنهم محتوى وأعمل بحث وأعرف الناس عن الأماكن دي. بعدين بدأ على التيك توك بالذات يكون في إقبال كبير. طيب وحسيتي او احنا حسينا واحنا بنتفرج ان انت مهتمه اكتر بالترويج في القاهره القديمه، اشمعنى القاهره القديمه؟ لانه القاهره انا مؤمنه ان هي مجمع لتراثات مختلفه، يعني في القاهره الكبرى هتلاقي الاثار الفرعونيه وهتلاقي القبطيه وهتلاقي مصر الاسلاميه، الدوله الفاطميه والمملوكيه، فانا ببقى شايفه ان القاهره جامعه كتير قوي من تاريخ مصر، يعني هي قلب التاريخ في مصر. هل دراستك ليها علاقه باي حاجه من الحاجات دي؟ الى حد ما انا درست صنعه عماره، بعد كده اتجهت لتصميم داخلي، فكنا بندرس تاريخ العماره بشكل عام يعني. طيب القاهره التاريخيه ليها طبعا سحرها الخاص، زرتي كم مكان لحد دلوقتي؟ يعني 35 40 مكان لحد دلوقتي تقريبا يعني. وطبعا لسه في ولسه حاجات كثيره جدا، لسه عايزه استكشف مصر كلها. طب ايه المشروع اللي جاي؟ يعني رايحه تزوري ايه في الفتره اللي جايه؟ انا نفسي قوي اروح، يعني الغريب والمضحك ان انا ما روحتش الاهرامات لحد دلوقتي. بتهزري؟ ده اول حاجه لازم اي حد يروح. ده اساسي طبعا، وعايزه اروح هرم دهشور، بس مستنيه الشتاء يجي لانه الصيف صعب. طب من اكتر الاماكن اللي روحتيها وحسيتي ان هي قريبه من قلبك وحبيتيها وتنصحي الناس ان هي تروحها كان ايه هو؟ شارع المعز. كتير قوي بيروحوا بالليل يقعدوا على القهاوي، قهوة الفيشاوي وغيره طبعًا. يعني ولكن في لاحظت انه في ناس ما تعرفش ان الصبح اصلا بيبقى مفتوح في مزارات سياحية، في بتاع خمس ست اماكن، غير طبعا بيت السحيمي معروف هناك، لا في غير بيت السحيمي اماكن ممكن تزوروها وتعرفوا قصص وكمية معلومات وتشوفوا حاجات كتيرة قوي في مكان واحد. طيب في مكان او متحف اسمه جاير اندرسون ميوزيوم او متحف جاير اندرسون، ممكن تحكي لنا عنه شويه؟ طبعا هو متحف جاير اندرسون دوت اصلا اسمه بيت الكريتليه، وده نسبه انه اخر اسره سكنت فيه من جزيره كريت. هو عباره عن بيتين، واحد اتبنى في القرن ال 16 والتاني اتبنى في القرن ال 17، يعني في واحد اقدم من التاني ب 100 سنه. ففي 1935 كانت الحكومه المصريه قررت انها تهده علشان تعمل توسعات في مسجد ابن طولون. طبعا المسجد اذا غرقت مصر لا يغرق، واذا حرقت يعني حصل حريق في مصر ما يتحرقش لانه على جبل يشكر، هما جنب بعض جدا. ففي كان ضابط انجليزي وطبيب كان موجود في مصر اسمه جاير اندرسون، كان دايما بيحب يعدي من البيت واغرم بحد كان ساكن في البيت دوت. فلما بعد 29 سنه بعد ما مر على يعني تقاعد، قرر ان هو عايز يشتري البيت، عرض على الحكومه ان هو يشتري البيت ويقوم بترميمه. وهو كان غاوي قوي ان هو يجمع تحف وانتيكات واثار، فقال ان هو بعد ما يموت ان كان مات جوه البلد او بره البلد تكون الانتيكات والاثار دي ملك للشعب ويتحول متحف باسمه. وده اللي حصل. وكمان في مشهور في البير المسحور اللي هو بير الوطاويط، يقال يعني انه لو حد بص فيه لما يكون القمر مكتمل بيشوف محبوبه. وكان في خادم لجاير اندرسون حكى له اساطير كتيره قوي جمعها جاير اندرسون في مذكراته،
اللي طبعا برضو كتب فيها انه انه مصر احب البلدان الى قلبه يعني، وعمل بيت عمل الكتاب اسمه اساطير بيت الكريتلية، منهم مثلا يعني بس طبعا اغلبها مش حقيقي يعني، زي انه السفينه بتاعه طوفان سيدنا نوح رسيت عند الجبل يشكر اللي في بيت الكريتلية، انه سيدنا موسى رمى العصايه فتحولت ثعبان عند المكان دوت. طبعا جاير اندرسون راح لحد علشان ينقش القصص دي على اطباق من نحاس موجوده في سبيل بيت الكريتلية. ده لذيذ قوي ده، احنا لازم نروح نبص عليه اكيد. طيب في كمان كافيه اسمه كافيه الريش، ايه المكان ده؟ كافيه ريش ده في طلعت حرب، اتبنى سنة 1908، يعني شاهد على أحداث كتيرة قوي حصلت في مصر. وفي 1914 اشتراه حد فرنسي وحول اسمه ريش نسبة لكافيه أصلا موجود في فرنسا يحمل نفس الاسم. وكمان كان بيروح يقعد فيه نجيب محفوظ وطه حسين وأمل دنقل، أم كلثوم غنت فيه. كان كمان مكان وملتقى للثوار، كان ثورة 1919 السرداب الموجود في كافيه ريش ده أصلا حضر يعني تأسيس الثورة والحاجات دي كلها. فده من أحب الكافيهات لقلبي صراحة، عبارة عن آلة زمن بتنقلك لمكان تاني خالص. طيب مسجد أحمد بن طولون احكي لنا عنه شوية. مسجد أحمد بن طولون زي ما قلت هو لازق في بيت الكريتلية، اللي بناه كان اسمه أحمد يعني تبع الحاكم أحمد بن طولون في الدولة العباسية، ولكن هو انفصل عن الدولة العباسية وأسس دولته الطولونية، وهو الأثر المتبقي من مدينة الطلائع، واحد من أجمل المساجد. حتى في كده سور بره ده يعتبر الزيادات علشان يديكي إيحاء إن هو مفصول عن العالم الخارجي، وعند السور الداخلي مرسوم فوق زي عارفه المصلين اللي كتفهم في كتف بعض. أيوة فمديك الإيحاء ده. وكمان حاجه حلوه قوي انه هو مفهوش اعمده، يعني احمد بن طولون كان قرر ان هو عايز يبني المسجد ده بمال حلال، فكان هو عنده اوبشن عشان عايز اعمده من رخام، كان عنده اوبشن ان هو ياخد يا اما من اعمده الكنائس يا اما من البيوت القديمه. ففي معماري كان محبوس ساعتها، وهو بالمناسبه هو مسيحي اللي صمم المسجد، اسمه سعيد الفرغاني على ما اتذكر، عرض عليه ان هو هيبني الجامع دوت من غير اعمده، عن بناهم على شكل دعامات موجوده في الحيطه. فدي برضو من الحاجات المميزه فيه قوي. طيب بالنسبه للاماكن اللي انت شايفه ان مثلا الاطفال المفروض يشوفوها، يعني دايما بنسمع اللي هو رحنا المتحف ورحنا الاهرامات، ما عدا انت الوحيده اللي لسه ما رحتيش الاهرامات، هاخدك معايا المره الجايه مع ابني ان شاء الله. ايه هي الاماكن اللي انت شايفه ان في ناس كتير قوي او من الاهالي يعني ما يعرفوش عنها وان الاطفال المفروض يشوفوها؟ في اماكن كتيره قوي يعني، برضو مصر مش بس متاحف طبعا. في مزارات سياحيه وبيوت قديمه زي بيت الست وسيله، اللي هو بيت الشعر، بيت العود، بيت الكريتلية، في ناس كتير قوي ما يعرفوش عنه مثلا رغم انه اتصور في افلام منهم فيلم الناظر. كل الاماكن دي، شارع المعز، انا لاحظت ان شارع المعز الاماكن البيوت اللي جوه زي ضريح نجم الدين ايوب والحاجات دي اللي بيروحها الاجانب، مصريين كتير ما عرفوش ان الاماكن دي اصلا مفتوحه الصبح وتقدر تقطع لها تيكت وتدخل. فانصحهم ان هم يحاولوا يدوروا شويه على الاماكن اللي فيها تراث وفيها بيوت قديمه اكتر من المتاحف. طب هل بيبقى في نشاطات داخل المتاحف؟ نشاطات داخل المتاحف لا مش قوي يعني، بس في نشاطات موجوده مثلا زي في اسمه وكاله الغوري، بيعملوا فيها ساعات تنوره وحاجات كده، بيت الشعر اللي هو بيت الست وسيله، بيت العود جنب بيت الست وسيله بيتعلموا فيه عود. طب ما دي نشاطات حلوه جدا. جدا. طيب بالنسبه لقصر البارون، دايما لما حد بيقول كلمه قصر البارون بيحس ان في غموض كده معين، ودايما بنسمع قصص كتيره جدا على القصر ده، انت لما دخلتي شفتي ايه او مثلا اغرب القصص اللي سمعتيها؟ اللي ضحك في الموضوع ان انا صحابي كانوا خايفين يجوا معايا قصر البارون، وما انا دخلت لقيته قصر عادي حلو قوي وعباره عن تحفه فنيه. البارون امبان اصلا كان مغرم بمصر، هو كان في 1904 كان جه من الهند علشان يتم احد مشاريعه في السكه الحديد، مشروع سكه حديد يوصل ما بين المنصوره والمطريه.
بعد كده اشترى أرض في 1905 هو وشريكه. في 1906 بدأ يبني مدينة هليوبوليس اللي هي تعني مدينة الشمس، وكان هو هدفه أنها تكون مدينة للترفيه. وفي 1907 بدأ يبني في قصر البارون وانتهى من البنا بتاعه في 1911. من بره هتلاقي التفاصيل المعمارية بتاعته متاخدة من المعابد الهندوسية، وفي تماثيل مثلا تمثال لديفيد وتماثيل تانية كتير. من جوه بقى التصميم بتاعه تحفة، عبارة عن أرت ديكو، وفي بعض التفاصيل الإسلامية البسيطة زي عند الشبابيك. وهو حواليه أساطير وقصص كتيرة جدا. يعني مثلا من الحاجات اللي سمعتها ان هم لما جم يفتحوا السرداب لقوا آثار سحر أسود. في ناس طبعا أيام ما كان مقفول بيقولوا لما دخلوا لقوا فيه دم، بس ده غالبا كان بسبب أنه كان فيه وطويت والوطويت بتولد، فالدم كان جاي من هنا. في يقال أنه الأساطير دي تطلعها الورثة علشان هم كانوا بيبقوا مسافرين، فعشان محدش يقرب من القصر. محدش عارف الحقيقة فين، ولكن هو عبارة عن تحفة معمارية تستحق ان احنا نزورها. يا جماعة ما تخافوش، يعني قصر بارون ما فيهوش اي حاجة وحشة، بالعكس ده حلو جدا. طيب انت لما بتروحي يا دوحة تقرري ان انت هتروحي تزوري مكان معين، هل بيبقى حاجة بتحصل تلقائية، ولا بتبقي مخططة ان انت عايزة تروحي مكان معين عشان حاجة معينة؟ ساعات يعني في الاول خالص كان في اماكن كتيره ما زرتهاش، فكانت ايه ده، طب ايه اقرب مكان ليا دلوقتي هروح. لكن بعد كده بقيت ابحث اقرا اكتر في الموضوع، فاقول لا انا عايزه اروح مثلا بيت الست وسيله، انا هروحه الساعه كذا اليوم الفلاني كده. فببحث برضو، بقيت ابحث في الموضوع. طب هتروحي فين بقى الفتره الجايه؟ الفتره الجايه عايزه، انا زرت مجمع الاديان بس عايزه ازوره تاني عشان اصوره الصفحه التاريخي. انا شخصيا بحبه جدا، وبحس ان هو مليان، يعني جامع عمرو بن العاص، المعبد اليهودي، الكنيسه المعلقه، يعني هو مليان كم حاجات فظيعه. ده حقيقي. دخلتي حاجه منهم قبل كده؟ دخلت المعبد ودخلت الكنيسه، الكنائس كلها، في كذا كنيسه دخلتهم، بس الكلام ده كان عدى عليه 4 5 سنين تقريبا. فحب يعني جامع عمرو بن العاص واحد، للاسف ما زرتوش. اكبر مسجد موجود في بتهيألي كده، ولا المعلومه دي مش مظبوطه؟ لا مش عنديش المعلومه دي. وكمان الكنيسه المعلقه طبعا، الجدار نفسه حلوة قوي، والرسومات. أيوة. وكل حاجه حلوه قوي في الحته دي. ده حقيقي. طيب انا مبسوطه بيكي جدا يا ضحى، ومبسوطه ان انت كنتي معايا النهارده، وانا شايفه ان انت عندك كم باشن مش طبيعي، صغيره واموره وجميله وملمه بجميع المعلومات وتاريخ كتير جدا. وشايفه طبعا ان انت لازم تكملي في صناعه المحتوى بتاعك وتكبري منه ان شاء الله. شكرا بجد، انا سعيده جدا ان انا قعدت معاكي. ميرسي يا ضحى. ثانك يو. ميرسي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله الاربعاء الجاي في نفس الميعاد. باي باي.